السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنرسم النهاردة بورتريت جديد وهنتعلم فيه التقنيات اللي أنا بستخدمها. إعدادات البروش طبعا نشيك على ترانسفير على بين بروشر عشان نأثر على أطراف الفرشة وأداء هيكون شبيه بالفرشة العادية. هنحدد درجة اللون يكون درجة وسط، لا هي واخدة درجة الظل ولا درجة الضوء، الدرجة الوسط. هنعبي اللون اللي احنا اخترناه، نحاول بقدر الامكان يكون داخل الاوتلاين اللي احنا مجهزينه. هناخد دير جديد نشتغل فيه على الشعر وناخد درجة وسط وبعدين نقربها بقدر الامكان من الاسود عشان ما تكونش متأثرة بالاضاءة اللي موجودة في الصورة. نتحكم في شكل الفرشة ان احنا نمسك المقابض بتاعتها وندفعها. كل ما احتاجنا ان احنا نلف الفرشة نلفها بحيث تكون بأفضل شكل مناسب للمكان. هناخد لير جديد عشان نتأكد ان الخطوط بتاعتنا في نفس اتجاه خطوط الاوتلاين. دي فرشة مخصصة للشعر فقط، هحطها في لينك الفيديو. مش هنعمل الشعر كله بيها، احنا هنستخدمها في اماكن بسيطة. لازم الفرشة نغير في شكلها كل فترة أو نغير في اتجاهها. نبدأ من نفس الحكاية. احنا في أول الشغل عادة بنشتغل على الأساسيات، يعني بنرتب الشغل، نحط كل حاجة في لير، أساسيات كل حاجة في لير، أساسيات الوش، أساسيات الشعر، أساسيات اللبس، وبعد كده نشتغل عليه. دلوقتي هنوزع الظل بدرجة أغمق بسيط من درجة الوش. في المساحات الكبيرة ما بنحتاجش ان احنا نغير شكل الفرشة، ممكن نشتغل بيها وهي شكلها مدور عادي. طبعا ده الظل الرمي الوش على الرقبة فأطرافها تكون حادة. درجة هنختار درجة غامقة عشان نعمل فتحات الأنف. وكل ما التزمنا بشكل الأوتلاين كل ما كانت النتيجة أنجح. وأحيانا أنا بفضل الشغل من غير اوتلاين، يعني نشتغل على
الصورة الأساسية تكون في لير والشغل يكون في اللير اللي فوقيها. بس هو في بعض الناس وخصوصا اللي دارسين في كليات الفنون الجميلة بيعتقدوا ان الشف ده حاجة غير فير. يعني النهاية موجود، يعني تكنيك الشف ده موجود اصلا من قبل التكنولوجيا، من قبل الرسم الرقمي. يعني اساسا زمان كانوا بيرسموا الرياليزم ازاي، ما اكيد كان في طريقة للشف، لان انت اوريدي مش ممكن تطلع نتيجة الواقع من غير شف، والا هيبقى فيها مضاعف خلق الله. انت كده كده لازم تكون بتستخدم وسيلة تساعدك في انك تطلع النسب صح. ولكن كانت التقنيات مختلفة، يعني كان الشف بيكون عن طريق مثلا استخدام المربعات، ترسم مربعات على الصورة وترسم نفس المربعات بنفس المقاسات على الورق اللي هترسم عليه، ما هو ده زي الشف. طبعا عشان نعمل الخطوط الرفيعة دي بنستخدم فرشة رفيعة جدا، وبعدين بنعامها بالمكسر براش تول. احنا مش لازم نشتغل بالمكسر براش تول طول الوقت او بالبراش لوحدها العادية طول الوقت، ممكن نستخدم الاتنين. طبعا نحاول بقدر الامكان نختار درجة اللون من الصورة الاساسية. ممكن نفس البقعة المكانية دي يكون فيها اكتر من درجة لون، فمش هنعبي المنطقة دي بلون واحد وخلاص، لا لازم كل جزء نحاول بقدر الامكان نطلع درجة اللون بتاعته. زلنا مستمرين في وضع درجات اللون اللي بتمثل تفاصيل الوجه. هنحاول نحط تاتشات الإضاءة الخفيفة أو الأماكن الفاتحة في الوش. الأماكن الفاتحة في الوجه برضو مش هتكون بنفس الدرجة في كل المساحة، يعني في أماكن هيبقى فيها هتكون فاتحة، في أماكن هتكون فاتحة أكتر من أماكن تانية. لازم بعد ما نوزع الألوان نسيح الأماكن اللي هتحتاج تسيح، نسيح الألوان فيها.
المفروض ان انا كنت اشتغل على خلال منفصل، ولكن سهوا اشتغلت على نفس الليل بتاع الخلفية. فحليت المشكلة دي باني اخد الاستيكة وشلت الخلفية، واضطر انعم الاطراف عشان اثار المسح ده سايب اثر. طبعا الخرفشة دي هنعالجها بسمارت تول او بالاستيكة. هنشتغل على العين في لير منفصل، لير منفصل للرموش ولير للخلفية بتاع العين ولير للبؤبؤ. فرشة رفيعة طبعا وقدر الإمكان. نتحكم في شكل الفرشة عشان تناسب الجزء اللي احنا عايزين نلونه، الضلال اللي على العين من جوه. نرسم البؤبؤ. طبعا في اكتر من درجة لون، يعني تحت خالص في درجة وفي النص في درجة وفوق في درجة، غير تأثير الظلال اللي رميها الرموش على البؤبؤ، غير الإضاءة وكل ده لازم ناخد بالنا واحنا بنشتغل. هنحط الإضاءة اللمعة هنشتغل على الحواجب طبعا بفرشة رفيعة جدا، نتأكد من اعدادات الفرشة ان احنا نكون مشيكين على ترانسفير عشان اطرافها تكون شفافة.
لازم نراعي ان اتجاه الفرشة يكون مناسب لاتجاه الشعر في الناحيتين. الحواجب زيها زي أي عنصر، بيكون في أماكن مظلمة وأماكن مضيئة، وبداية الشعر بتكون بادئة شفافة ونهايتها برضه شفافة. ده ممكن نتحكم فيه بالأستيكة أو بالإسمدريتور. هنبدأ نعمل تأثير الإضاءة أو الأماكن اللامعة. نحدد نغمق الأول الأماكن المظلمة، هحاول اغير البلندنج مود بتاع الاوت لاين عشان يكون دليل واضح، لانه في تعارض بينه وبين لون الحواجب فمش هقدر اشوف كويس. بس هي برضو مش واضحة او يعني مش اداة مساعدة اوي. استخدم الميكس عشان اسيح الالوان مع بعض، اسيح الخطوط مع بعض. ابدا استخدم الاماكن الفاتحه، استخدم لون فاتح عشان انور الاماكن الفاتحه. احاول اغمق شوية الجفون والرموش. عن طريق استخدام الادجستمنت كل حاجة بنشتغلها لازم نحتاج ان احنا نرجعها تاني ونفضل نشتغل عليها تاني، لانه يعني الفنان الحقيقي ما بيرضاش عن شغله ابدا، وطول الوقت هتحس ان في حاجة ناقصة، لازم تفضل تشتغل تشتغل
لحد ما يا إما ترضى يا إما تيأس من الوصول لحالة الرضا. في الفيديوهات السابقة كان في مشكلة في الصوت، أتعشم إن هي تكون اتحلت في الفيديو ده، وأرجو برضو إن يعني اللي عنده ملاحظة عايز يقولها لي أو نصيحة ما يبخلش عليا بيها. طبعا انا دلوقتي هشتغل على الشفايف واحط الدرجة الاساسية اللي هي الطبقة الاولى في اللون، واغير شكل الفرشة والاعدادات بما يتناسب مع شكل الشفايف اللي انا عايزة ابينه. نغير الاتجاه او نغير الحجم. هاخد الدرجة الغامقة اللي هي بتفصل بين الشفة العليا والشفة السفلى، واللي هي في الحقيقة عبارة عن الظل الواقع بينهم. الشفايف عادة بيبقى فيها 4 درجات من اللون، الدرجة الأساسية والدرجة الأغمق منها بحاجة بسيطة، والدرجة الغامقة جدا، والإضاءة. وأحيانا بيكون في مؤثرات خارجية بترمي ضوء على الشفة نفسها، فبتغير جزء او اكتر من جزء في اللون. مرحلة الفينش، التنظيف، بعدين نرجع نظبط الحاجات اللي ما عملناهاش كويس.
وأفضل إن كل درجة منهم تكون في دير منفصل في البداية، لكن لو أنت متمكن من الشغل وتقدر تصلح الأخطاء بسهولة فعادي لو اشتغلتهم في دير واحد. هنعمل بلور نرجع تاني نغير نظبط في الوش طول الوقت، لازم نراجع على الشغل ونشوف ايه اللي ناقص ونصلحه، ايه اللي اتعمل غلط وهكذا. في بعض الأوقات في أماكن بشتغل فيها ما بحتاجش، أنا شايفة أن أنا في حاجة مش واضحة محتاجة أن أنا أتكلم فيها، لأن أنا اتكلمت فيها قبل كده أكتر من مرة. فإذا كان أسلوبي في الشرح مش مفيد أرجو التوضيح. طبعا لازم نرجع نشتغل تاني على الشعر شوية لان هو مش ما اكتملش. هنحاول ننعم ونقلل الدرجات اللي تقلناها، نظبط الدنيا كده، ناخد ليل للاماكن المضيئة. ممكن نغير في البليندنج مود عشان نشوف التأثيرات المختلفة ايه الأنسب فيها. هنشتغل على اللبس في لير منفصل. اللبس مكون عندنا من طبقتين، طبقة للجاكيت وطبقة للتيشيرت، وكل واحد منهم هيكون في لير.
حطينا الدرجة الأساسية في الجاكيت، وبعدين طبقة التيشيرت هتكون تحت طبقة الجاكيت. هنمسح الزيادات اللي حطيناها في الجاكيت عشان يبان التيشيرت من تحت. بعدين هنعمل اللير في طبقة منفصلة، هنعمل الايد في طبقة منفصلة فوق الجاكيت. هنعمل الساعة برضو في لير منفصل فوق اللير بتاع الايد. بالنسبة للساعة هي فيها اكتر من لون وفيها فصوص، هنعمل دوائر ونكررها وبعدين نعملها ريسترايز. كليك يمين ونقول له ريسترايز عشان نعملها نطبق عليها فلتر بلور موشن بلور، هيديني التأثير اللي انا عايزاه، لان هي في الحقيقة مش هتكون واضحة كده، في الواقع هيبقى فيه نغمشة كده، والعناصر في الطبيعة ما بتبقاش واضحة. احنا نجرب قيم مختلفة عشان نشوف تأثيرات مختلفة ونوصل للأنسب فيها. كنترول تي، احنا بنحدد الدايرة ونعمل كنترول تي ونتحكم في شكلها في حجمها وفي اتجاهها. هنحاول نعمل تأثيرات على اللير بتاع اللبس عشان يدينا واقعية في الإحساس بفرش
فرصة جديدة. أنا معظم الوقت بشتغل بالفرصة الأساسية، ولكن أحيانا بحتاج إن أنا أشتغل بفرصة مختلفة، مش كتير يعني، ولكن بتحصل يعني. طبعا هنا في ظل، برضو اللبس بيكون فيه أحيانا 4 درجات. الدرجة الوسط اللي هي بنملأ بيها المكان، والدرجة الأغمق اللي هي بتمثل الظل، والدرجة الغامقة قوي لأن اللي هي بتحدد التفاصيل، وبعدين الدرجات الفاتحة اللي بتمثل الإضاءة المنعكسة على اللبس. الجزء ده ما كانش باين في الصورة الريفرنس، فأنا أخدت الكونسبت بتاع تأثير الظل والضوء من الكم التاني، فطبعا هيبقى عكسه. تأثير الإضاءات على الكسرات لازم يكون في سنس في الضغط على الواكم على القلم، بحيث ما تنزلش بتقل اللون كله، يعني عايزين سنة كده، سنة من اللون، درجة بسيطة قوي. أحيانا في أماكن هنتقل، هنحتاج نتقل فيها اللون دي، نضغط جامد عادي. دي بتمثل الباك لايت، الإضاءة الخلفية، الأماكن المضيئة على الطرف دي. نحاول بعد ما بنرمي الأساسيات بتاع اللون ونعلم التفاصيل بدرجة غامقة، نستخدم الميكسر براش تول نسيح بيها، نعمل بيها مزج بين درجات الألوان. القيم بتاعت الميكسر براش تول عادة تكون أقل من 50، يعني يفضل يعني الفولو يكون مثلا 30، الويت 30، على حسب يعني الوضع محتاج ايه.
هنختار فرشة ونغير الإعدادات بتاع المود بتاعها، ونختار فرشة مناسبة هيبقى إعدادات اللون سكرين. عشان نعمل تأثير الحديد اللي بيلمع بتاع السوستة، تأثير الأماكن الفاتحة. طبعا التظليل القماش من القواعد بتاعته انك بتخلي الأماكن المرتفعة أفتح من الأماكن الداخلية. هنتحكم طبعا في عدادات الفرشة وشكلها عشان نبدأ نعمل تأثير على تأثير الظلال على الإيد. هنصغر حجم الفرشة عشان نعمل الاستروكات دي. هناخد لير جم تحت لير الايد عشان نحط الظل، ونحاول نخفف الطبقة بتاعت اللبس شوية عشان الظل يبان.
احط تاتشات الاضاءه اللي هي بتمثل الباك لايت بتاع العنصر. بعد ما بنحط الإضاءة لو النتيجة مش متناسبة مع اللي احنا عايزينه أو مع الشكل بنخففها عادي من الأوباستي بتاع اللير أو من الأستيكة. من color balance نحاول نغير درجة اللون بتاع الايد. هنعمل دلوقتي الدبلة، هنحط لون أساسي يمثل الظل واللمعة. Thank you.
برضو لازم نحط تاتشات الإضاءة في اللي هي بتمثل باك لايت، هتلاقيها في الأطراف من الناحيتين. نعمل التأثير بتاع ظل الخصلة، بعدين نحط نعمل adjustment على الرات كلها غير جديد منفصل. في نهاية الدرس أتمنى يكون الشرح مفيد، وياريت لو في اي تطبيقات او في اي اسئلة تحطوها في الكومنتات وانا هرد عليها ان شاء الله.